أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. يا جماعة إيه الجمال ده؟ البلد دي كل ما شوية كده تحس إنه يعني في شوية كده غاويين يصدروا إحباط، فمجرد إن أنت تقعد تقرأ كده أو تقعد تتابع الناس إيه اللي بتصدر إحباط، تطلع لك حاجة مصرية أصيلة كده تقول لك مصر موجودة وبقوة. وأهي الشاعر الجميل أمير طعيمة، مبروك يا عز، ربنا يخليك. مبروك يا مصر. انا مش قادره اقول لك انت عملت فينا ايه امبارح. والله الحمد لله، ده 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 يعني في جيش شغال على الحفله دي ومجهود الناس كلها، ويعني الحمد لله ان الواحد قدر يبقى جزء من الحدث ده. يعني في كميه تفاصيل الناس كلها شافتها والناس شغالين على الحدث ده بقى لهم اكثر من سنه، فالحمد لله انه وصل لمصر وللعالم كله بالشكل اللي احنا شايفينه النهارده ده. الحمد لله الحمد لله. قول لي يا أمير، لأنه أنت كنت مبارح يعني في تألق والإبداع كان ما شاء الله، يعني ربنا يحميك ويحمي منير ويحمي كل الناس اللي كانت موجودة مبارح، أنت جبت الكلام ده منين؟ قول لي. والله إحنا الحدث ده شغالين عليه من بدري قوي، هو الناس ابتدوا يعرفوا عنه في الأسابيع الأخيرة، بس إحنا عارفين أهميته وإن العالم كله هيتابعه من زمان قوي، واشتغلنا على حاجات كتير ولغينا حاجات، ولغايه لما وصلنا للشكل ده. انا جات لي فكره، يعني كان في اغنيه اصلا موجوده، ايوه، بعدين حبيت فكره ان مصر تبقى هي اللي بتتكلم على لسانها، مش آه. أنا يعني كان في اكتر من فكره تشتغل عليها للاغنيه. دي جا يعني جات في مراحل متقدمه شويه، ويمكن فكرة إن مصر اللي بتتكلم على نفسها دي ادتني مساحة إنها تقول، يعني تفخر بقى بنفسها بكل العظمة اللي هي فيها وبتاريخها والحمد لله. أنا يعني من بعد ومن قبل الحفلة ما تخلص كانت السوشيال ميديا كلها أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي اختل. وده بس كنت هقول لك احساسنا ببلدنا. عجبني قوي إن كان كله بيكتب نفس الشطر الأخير، أنا مصر اللي من غير ميزان اللي من غيري ميزان الدنيا يختل. ده حقيقة وفخر لينا كلنا. الحمد لله الحمد لله، مبروك وأسعدتنا، ومش قادرة أقول لك حركت أشعرتنا، يعني عارف، وبصوت منير. قول لي، منير تدخل في بعض الحاجات، الحكاية كانت عاملة إزاي، العلاقة كانت بينكم عاملة إزاي؟ أنا زي ما بقول لحضرتك، إحنا كنا أنا وهشام دي شغالين في أغنية حلوة جدا على فكرة. احنا لاخر وقت بنشتغل، يعني مش خلاص هي دي. فلما جات الفكره دي، لما عرضتها على منير، انا من اول كلمه في الاغنيه لاخر كلمه في الاغنيه وانا بقوله لها عمال يقول الله بس. يعني هو من اول وهله ما طلبش حرف يتغير. ما انت سلجيت على الوتر بتاع منير، ما هي دي منطقته. بالظبط هو حسها من اول لحظه. بعدين اشتغلت انا وهشام نزيه، واحنا الشركه برضو عايز اشكر سعدي وجوهر انيميشن هاب، لان هم كانوا سايبين لنا برضو مساحة ان احنا طول الوقت مش يعني طول ما في لسه فكره في السعد حاجه. امبارح تفوقوا على كل شيء بصراحه، عملوا ربنا يحميهم، حدث عالمي قوي قوي. يعني اكثر حد محترف في العالم لو شاف الحفله دي هينبهر بيها. انا كمان ده رايي. وبعدين انا يعني لازم يجي علينا الوقت بقى يا جماعه، ما اعرفش امير معايا في وجهه النظر دي ولا لا، احنا لازم نفتخر بنفسنا، لازم نفتخر ببلدنا. لا بس عزة، احنا انا بقولك طبعا مع كل التفاصيل اللي في الحفلة، احنا اللي هشام نزيه عمله ونادر عباسي والعازفين والاوركسترا ده، دي يعني موسيقى يعني يفخر بها الفن في العالم مش مصر. ده لازم نقوله طبعا. الناس كلها في جيش شغال على الحدث ده، بالاضاءة بالاخراج بالشركة المنظمة بالموظفين اللي كل واحد في شغل، الناس ما كانتش فعلا بتنام لمدة طويلة جدا، والأسابيع الأخيرة دي يعني اتعمل فيها شغل كمان يتعمل في سنة. يعني أيوه. بذكرهم كلهم لأن هم دول اللي خلوا الحفلة كده. احنا في الآخر جزء من حدث كبير جدا، والحمد لله إن احنا قدرنا نوصل رسالة من بلدنا، مليون رسالة من بلدنا مش رسالة واحدة، ومصر كبيرة دايما قوي قوي وكبيره بيكو وكبيره بالفن وبالقوى الناعمه. ربنا يخليك.
ودايما يا رب كده مشرفينا كده ومن نجاح لنجاح يا امير، دايما دايما احساسك الجميل ده يا رب طول الوقت. ربنا يخليك، ميرسي جدا وشكرا على الكلام الحلو اللي قلتيه ويا رب. ده اقل حاجه والله، والله تستحقوا اكتر من كده بكتير من كل مصري. وبالتوفيق دايما يا رب، التوفيق يا رب. شعر الجميل امير طعيمه كان معانا امبارح.